يختتم مشروع الموسيقى تعود أعماله التدريبية في مدينة سيئون بعد أسابيع قليلة، والذي تدرب خلاله شباب من وادي حضرموت من هواة العزف على الآلات الموسيقية. واستمر المشروع 4 أشهر بتمويل من مؤسسة حضرموت للثقافة وتنفيذ مبادرة ميمز الفنية، تخللته مراحل في قراءة النوتة الموسيقية وتكتيك الآلة والعزف الجماعي. ويهدف المشروع للمساهمة في رفع مستوى الإبداع لدى المشاركين وسد الفجوة بين الموسيقيين وسوق صناعة الموسيقى العالمية. ومن المتوقع أن يقدم المتدربون في نهاية البرنامج حفلاً موسيقياً بمختلف الآلات يؤدون خلاله عدداً من المقطوعات الموسيقية. طبعا نشكر مؤسسة حضرموت ونشكر ميمز. طبعا المقطوعات اشتغلنا مقطوعات أعمال محلية، وبشكل عملنا لها توزيع شوي مختلف أنا والمايسترو أحمد الأحمدي، أيضا أعمال تركية وأعمال شرقية، وأضفنا أيضا تعليم الارتجالات الغربي في الأعمال. بتكون أعمال ممتازة جدا وسيكون عرض محترم جدا. طبعا هي الأهم، مش هو الحفل هو الأهم، فيما بعد الدورة أن احنا ننشئ جيل متعلم مثقف فنيا موسيقيا. هذه المرحلة طبعا اللي احنا فيها هي المرحلة الثالثة، قد مرت مرحلتين، مرحلة التعليم النوتة وال يعني مبادئ حول علم الموسيقى، والمرحلة الثانية الثالثة هي التكنيك، وطبعا في أساتذة قاموا بتنفيذ هذه المرحلتين. والمرحلة الثالثة هذه طبعا أنا والأستاذ هيثم الحضرمي نقوم بتنفيذها.